صلاة التراويح من قيام شهر رمضان في ليلة القدر المعظمة. (الله أكبر) بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى دام طلع الفجر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر، الله اكبر، التحيات لله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أستغفر الله، أستغفر الله، الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين واصحابه وازواجه وذريته اجمعين. اللهم انا نسألك بكرامه القران الكريم الذي انزلته في ليله القدر وببركه هذه الليله الكريمه. اللهم احفظ في هذه الليله بلدنا وجيشنا وشعبنا تحت انظار قائدنا. اللهم إنا نسألُك أن تُفرِّجها على أهلِنا في فلسطين، اللهم احفَظ المسجِد الأقصى والقدس الشريف والمُقدسات، اللهم اكتُب لهذا البلد أجرَه في دفاعِه عن القُدس والمُقدسات، اللهم إنا نسألُك أن تحفَظَ فيه الوصايةَ والرِّعايةَ، وأن تجعَلها مُمتدَّةً في ذُريَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وفي يد عميد أهل البيت، اللهم إنا نسألُك أن تحفظ ملكَ البلاد عبدَك عبدَ الله الثاني بن الحسين، ووليَّ عهده، والأسرةَ الهاشميةَ الكريمة، وبلدَنا بكلِّ من فيه، إنك يا مولانا سميعٌ قريبٌ مُجيبُ الدعاء، وارفع البلاءَ عن الإنسانية بأسرها، اللهم تقبَّل منا بكرامةِ سورة الفاتحة